هنتكلم عن الفيو كيوب، وهو عبارة عن أداة بقدر استخدمها علشان أتحرك داخل النموذج ثلاثي الأبعاد اللي أنا بشتغل عليه. هو ده الفيو كيوب، والوضع الافتراضي ليه إنه بيبقى فيه الركن اللي فوق على اليمين، وبيظهر فيه الرؤية ثلاثية الأبعاد فقط اللي هي 3D فيو، اللي أنا ممكن أنتقل ليها مباشرة من الكويك أكسس تول بار رمز المنزل ده اللي هي الديفولت 3D فيو. الفيو كيوب ما بيظهرش في اي رؤية تانية للمشهد او للموديل اللي انا بشتغل عليه، سواء رؤية مثلا elevations او side view او اي نوع من انواع الرؤية المختلفة عن ال 3D فيو. احنا دلوقتي هننتقل على ال 3D فيو. عشان اتحكم في ظهور الفيو كيوب او ان انا اخفيه، بروح على تاب اسمها الفيو وعلى اليوزر انترفيس واشيل علامة صح من قدام الفيو كيوب، فبيرجع في مكانه في النافيجيشن بار. مجرد ما اضغط عليه بيتاكتف تاني وبيروح على الوضع الافتراضي. انا عندي هنا 26 نقطة متفعلة في الفيو كيوب، عبارة عن الرؤية السطحية والسفلية للمنشأ، وفي نفس الوقت الجوانب الاربعة واركان الكيوب. ممكن تضغط على اي واحدة فيهم وهتتاكتف الرؤية بتاعتها مباشرة، ممكن تضغط على اي سايد انت بتستخدمه، ودي الاربع اسهم بتظهر لك عشان توري لك الاتجاهات التانية اللي ممكن تستخدمها. احنا دلوقتي مثلا في الباك بتاع الموديل، ممكن انا اضغط على السهم اللي فوق عشان اجيب رؤية بلان لي من فوق او التوب بتاعه. ممكن ان انا اضغط على اي سهم من السهمين دول عشان اعمل اورينتيشن للموديل بتاعي حوالين السنتر اللي انا ببقى محدده. الحاجة التانية عندي زرار هنا اللي هو علامة البيت، بيروح على الهوم فيو اللي هي الساوث ايست بتاع المنشأ. مجرد ما تضغط عليه ممكن ان انا اتحكم في اي فيو من الفيوز اللي انا بشتغل عليها في ال 3D موديل ان هي تبقى الهوم فيو، من خلال ان انا اضغط على السهم الصغير ده واشغل الفيو اللي انا محتاجها واروح جاي عامل سيت كارنت فيو از هوم. طيب عندي اول حاجة هنا جو هوم اللي هو هيروح على الرؤية الديفولت بتاعت ال 3D كيوب. ممكن ان انا اعمل اي فيو مثلا وليكن اللي هي الفرونت بتاعت المنشأ واعملها سيت كارنت فيو از هوم. طيب هنروح دلوقتي على اي رؤية تانية، ومجرد ما اضغط على هوم هيرجع على الفرونت اللي احنا قلنا عليها. طيب الحاجة التانية عندي ممكن ان انا اتحرك من خلال القائمة اللي فيها الاوبشن دي في الاماكن اللي هو الفيو كيوب بيوفرها لي ان انا اشوف من خلالها المبنى. الحاجة التانية ممكن ان انا اعمل ريزيت فرونت عشان يرجع لي على الوضع برضو اللي احنا قلنا عليه الافتراضي بتاعه. بعد كده عندي هنا اورينت تو فيو، ممكن ان انا اتحكم في الموديل بتاعي بحيث انه يظهر لي اي فيو انا بحددها من القائمه دي، وهنا هيظهر لك كل انواع الفيوز اللي انت شغال عليها سواء الفلور بلانز او الاليفيشنز او اي سيكشنز او ال 3 دي فيو. وليكن مثلا هنفتح اي سيكشن من دول، ومجرد ما اضغط عليه هيروح عند القطاع بتاعه وهيظهر لك اللي هو الكروب ريجن بتاعته. بعد كده في هنا ممكن اعمل اورينتيشن تو دايركشن لاي اتجاه من الاتجاهات الثابته عندي اللي هو التوب او ويست او ايست او ساوث او نورث او النورث ايست ايزومتريك او اي من الاتجاهات دي. بعد كده عندي هنا الهلب اللي هو الخاص بالفيو كيوب، او ممكن اضغط على الاوبشن هيظهر لي كل الاوبشنز الخاصه بالفيو كيوب. الاوبشن دي موجوده برضو في قائمه المين ابلكيشن منيو، ممكن اضغط على المين ابلكيشن منيو وافتح اوبشن واروح على الفيو كيوب. بتظهر لك هنا مجموعة خاصة من الاوبشنز الخاصة بالفيو كيوب، زي مثلا مكان التواجد بتاعه او الحجم او الاوبك او الاوباسيتي بتاعته اللي هو درجة شفافيته ووضوحه. ممكن اضغط على ريستور ديفولت عشان اجيب الوضع الافتراضي لكل الاعدادات بتاعته.